أيها الأفاضل، نعم ننتقل الآن إلى ذي قار، ومنها المشترك حسين جبار الهلالي. قصيدة المرحلة الثالثة، تحضيراتي للمرحلة الثالثة هي من نصيب أنصار الحسين وأصحاب الحسين، هؤلاء المظلومين. قصيدة شيخ الأنصار حول حبيبنا مظاهر وأنصار الحسين كانت من تحضيراتي وألحاني، وبفضل من الله عز وجل وأهل البيت أن أتوفق في هذه المرحلة الثالثة وهذه القصيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام والرحمة والإكرام. الرادود حسين جبار الهلالي من محافظة ذي قار، قضاء الشطرة، العمر 30. الله يبارك. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. الله صلى على محمد وآل محمد. حسين عيش الحالة ويا مولاتي زينب، صفي قلبك وروح ويا العقيلة ويا الغريب، الذبيح بكربلا ايش قال زينب بذاك الليل. حسين عطشان حسين ينوق على المصارع ضلعبين، ينوق على المصارع ضلعبين، عسى يبرد جثثهم. شنو ظل عبينا ظل عبينا خويا بالخيام والسمان، اسمعوا بالخيام والسمان عبينا عسى يبرد جثثهم. حسين خويا يا نويا واقع على المصارع ظل عبينا عسى يبرد جثثهم، خويا ظل عبينا بالخيام، خويا بالخيام بالخيام.
يلعبون ظل عبينا تهشم من حوافر خيل ومي تهشم من حوافر خيل الموفق فلاح العنبك. صاحوا شيخ الانصار شال الراية بيده. نذكر أصحاب الحسين وأنصار الحسين في هذه الليلة. مولانا حبيب بن مظاهر اللهم سجلنا في سجل أنصار وأصحاب وخدام الحسين. أي والله بحق الحسين وبحق هذه الليلة. صاحوا شيخ الأنصار شال الراية بيده. تعنت للزلم تركض طلع شيخ الحرايب بعمره 15 شن وأبد ما شن شايب. أريد أسمع صلوات على محبة أنصار الحسين بأعلى أعلى أصواتكم. صاحوا شيخ الأنصار شال الراية بيده. صاحوا شيخ الأنصار شال الراية بيده. تعنت للزليم تركض طلع شيخ الحرايب بعمره 15 جن وابد ما جن شايب. تعنت للزليم تركض طلع شيخ الحرايب بعمره 15 جن وابد ما جن شايب. شال الراية بيده شال الراية هسلك فدوى. صاحوا شيخ الأنصار شال الراية بيده فدوى. صاحوا صاحوا شيخ فدوى لهذا الجواب. صاحوا 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 شيخ تعنت له تعنت للزليم تركض طلع شيخ الحرايب بعمره 15 جن وابد ما جن شايب. تعنت للزليم تركض طلع شيخ الحرايب بعمره 15 جن وابد ما جن شايب. شال الراية بي فدوى شال الراية شال الراية عمره قال 91 ما يقدر شايب بس راجع شبابه يشبه الأكبر. عمره قال 91 ما يقدر شايب بس راجع شبابه يشبه الأكبر. وجهه يشيع مثل البدور ما همته سنين الكبر. وجهه يشيع مثل البدور ما همته سنين الكبر. صاحوا من فدوى لهالشيبة شايل هالشايب هيبة. حي الله الشيخ حي الله الشيخ. صاحوا من فدوى لهالشيبة شايل هالشايب هيبة. حي الله الشيخ حي الله الشيخ حي الله الشيخ. راعي الغيرة والزود كلها تحيرت بي. راعي الغيرة والزود
كلها تحيرت بي من قد ما كهيل تنزل على جفون الحواجب بعمر 15 جن وابد ما جن شايب من قد ما كهل تنزل على جفون الحواجب بعمر 15 جن وابد ما جن شايب شال الراية بيده. أحسنت والله أحسنت بارك الله بك أحسنتم. تفضل يا عزيزي تفضل. أحسنت يا عزيزي. أحسنت أبو علي. تفضل مولانا. نعم دكتور مهدي دغاغلة تفضل عزيزي. أحسنتم جزاكم الله خيرا مولى حسين. أحسنت. قل ونسمع حول أنصار الإمام الحسين عليه السلام. سلام الله على الشيخ حبيبي بن مظاهر حافظ القرآن الكريم. نعم ومقرئ الكوفة. جميل جدا. الأبودية كانت ضلعة بينا مقام البيات. تدرجك إلى الأعلى كان سليم والقصيدة كان يخيم عليها مقام البيات وأدائك رصين وجميل. صوتك يصنف تينور ولكن عندك أنت بالجوابات منطقة الجواب شوي صار عندك تكلف. هناك محدودية بالصوت لكن حاولت ومحاولة ناجحة أن توظف صوتك يكون يلاون هذا الأداء والمقام. وأحسنت وبارك الله. شكرا جزيلا. أبو زكريا تفضل عزيزي. حياك الله يا حبيبي سيدنا العزيز. شكرا لك وشكرا لملا حسين. الله يبارك بك. أحسنت ملا حسين. الأبوذية كنت متفاعل مع الأبوذية وأطلت في أدائها ولكن كان إحساسك جميل حقيقة مثل ما ذكر دكتور مهدي في مقام البيات وبعدين انتقلت لمقام الحجاز في الأبوذية وأحسنت كثيرا. القصيدة أيضا كانت رائعة. اختيار الطبقة الصوتية ومن ثم دخولك في الأبيات وتنقلك في الأبيات ما بين المقامات وما بين درجاتك الصوتية كان تنقل سليم. ولكن الملاحظة الأهم من يكون أكو اختلاف بالإيقاع أو تنوع في أسلوب الجمل المفروض الرادود يبقى يأشر للطم حتى لأن مو كل اللي موجودين راح يعرفون أنت راح تغير بالإيقاع أو راح يصير أكو فد انتقالة قد يكون أكو عدم توهم في الإيقاع في اللطمة فأنت تكون إشارتك موجودة على طول الأداء. أنا أشوف أداءك كان جيد حقيقة. نعم صوتك شوية بيبحة يعني ولكن وظفت جميل وديت جميل وانطيت إحساس القصيدة. أنا أشوف كنت رائع اليوم أفضل من المراحل السابقة بكثير. أحسنت. شكرا جزيلا أستاذ حسام. سيد حسنين كبير. حسين أحسنت جدا. أداء مجهود رائع. إحساسك يعني نقول حركاتك بجسمك وصلت إحساسك للناس. كنت موفق جدا في الأداء مع بعض الملحوظات طبعا زي ما قالوا الأساتذة الإيقاع في بعض المناطق في النقلات بالذات التون في الرجوع وإحنا راجعين ما رجعناش على البياتي صح. غير كده ما شاء الله عليك كنت موفق والأدائك غطى على الموضوع ما حسسنيش إن في مشكلة وده كان ميزة عندك إن ما كانش ما حسيتش إن في بلوى لأن أنت كان أدائك حماسي وكنت مخليني مركز في حاجات تانية يعني زي الساحر كده ما بيشغل حد بحاجة ويعمل حاجة تانية. أحسنت حبيبي كنت موفق. شكرا جزيلا. شكرا مولا عزيزي. الله يبارك. المرحلة الثالثة بفضل الله عز وجل ومولانا الإمام الحسين عليه السلام قرأت لأنصار الحسين وأصحاب الحسين الخلص قصيدتي كان الشيخ الأنصار عنوانها الحمد لله. كان آراء اللجنة أبدوا وآراهم جميعا بين الحين والآخر يعني ملاحظات كانت حول التحويلات اللي في القصيدة والتنقلات في القصيدة والحمد لله كانت آراءهم جيدة بفضل الله عز وجل.